واصلت أسعار النفط اليوم الجمعة طريقها إلى أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها أنه يتوقع أن يعلن رئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خفض الإنتاج النفط بين 10 ملايين و15 مليون برميل. وارتفعت العقود العاجلة لخام برنت ب 4.17 دولار حيث بلغ 34.11 دولار للبرميل. وجاء هذا بعد دعوة المملكة العربية السعودية أمس الخميس إلى عقد اجتماع عاجل لدول الأوبك للتوصل إلى اتفاق يعيد التوازن لسوق النفط. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل حيث أبدى كلا البلدين استعداده لإبرام اتفاق. أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد الجمعة عن تهيئة كل الظروف لإنجاح آخر عمليات إجلاء رعايا الجزائريين العالقين في تركيا. وفي تصريح خاص بالقناة الإذاعية الثالثة قال جراد الإجلاء سيبدأ مساء يوم الجمعة وسيمتد عبر عدة رحلات على متن الخطوط الجوية الجزائرية والتركية على أن يتم الانتهاء السبت. بالتزامن مع ذلك جدد جراد دعوة المواطنين لاحترام إجراءات الحجر المنزلي حتى يتم كبح تمدد الفيروس وإنهاء الأزمة الصحية.